قناة الحياة تحرض على النبي محمد والجديد تتصدى. أول جلسة للحكومة لجنة للبيان الوزاري. ما بيتأخر إن شاء الله، بدنا نجرب قبل رأس السنة، قبل رأس السنة يكون خلص. شو مبني رح يكون نحن فيه؟ إذا خلصوا البيان. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوي بعد مقتل 3. قضية فردية من أجل خلق فتنة وبلبلة. وفاة فتى بضربة معلمة وأب يعلق ابنه عاريا في الصقيع. الصفع مادة تعليمية في الجامعات. في عليك وعلى الجلسة في عليك وعلى اللي حرام. فيديو مروع واردات طفلة الانتحارية يودعانها. تقدموا بابا، تقدموا، اغزوا في سبيل الله، قاتل من كفر بالله. الله يتقبل منكم يا بابا. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد. على الصورة التذكارية للحكومة تقدمت صور تحكي عنفا وضربا وتعزيزا بالصقيع وتفخيخ أطفال. وعلى برج الأسد الصاعد رفعت أم نمر شارة النصر بدماء طفلتيها اللتين جهزتهما مفخختين لضرب الروافض في الشام، وهما تكادان لا تعرفان اسم العائلة التي تنتميان إليها. أم نمر ليست سوى أم لهب وزوجة بغل، سواء أكانت الوالدة الحقيقية للطفلتين أم ادعت أمومة منقبة بأسود القلب قبل سواد الملبس. أما الوالد فهو منزوع الصفات البشرية. قد لا تجد هذه المأساة من يعلن النفير الإنسانية ضدها، كما لم تنطلق مرة أي مسيرة شموع أو أي تنديد في وجه حالات الموت المتطور الذي قامت به داعش والنصرة وفروعهما الإرهابية، منذ انتزاع الأفئدة إلى الحرق في الأقفاص وصولا اليوم إلى تفخيخ الأطفال. وبطفولة لا تقل قهرا ومأساة لقي التلميذ أحمد العابدي حتفه بضربة متنازع على أسبابها. الأهل يتهمون المعلمة بالتسبب في مقتله والمعلمة تنفي ضلوعها. وإذا كان الفتى الفلسطيني قد ضاع حقه في الجدل بعد وفاته، فأن مخيما فلسطينيا كاملا يعيش على وقع القنابل الموقوتة التي تنفجر من حين إلى آخر. اليوم عنف آخر في مخيم عين الحلوي يسقط نجمة من الأنصار. اشتباكات تجددت مساء أمس ولم تهدأ طوال النهار، وبدأت باغتيال أحد عناصر عصبة الأنصار الإسلامية سامر حميد الملقب بسامر نجمي. ومن بين كل هذه الصور القاتمة ارتفعت صورة تذكارية بثياب داكنة لوزراء الحكومة الثلاثينية التي عقدت أول اجتماعاتها في قصر بعبدة برئاسة الرئيس ميشيل عون. وقف الوزراء دقيقة صمت عن أرواح الشهداء العسكريين، فيما أودعهم الرئيس عون وصايا بعدم الصمت عن كل الفاسدين. استلهمت الحكومة من رئيس الجمهورية وحي البيان الوزاري فألفت لجنة الصياغة وانطلقت إلى السرايا، حيث عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وبحثت في العناوين الرئيسة للبيان الوزاري الذي سيتضمن النسبية ضمن قانون عصري للانتخابات ومكافحة الإرهاب ومسألة النازحين. وأكد معظم وزراء اللجنة اللا خلاف على البنود. إذن مجلس الوزراء يعقد جلسته الأولى في قصر بعبدة ويؤلف اللجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري، ورئيس الجمهورية ميشيل عون يطلب إلى الوزراء إعطاء الأفضلية في كل وزارة لما ينتظره المواطنون منهم. من رحم الأزمات والاستحقاقات ولدت حكومة الوفاق الوطني،
ومع أول اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدة بعد التأليف، تكون المؤسسات الدستورية قد عادت لتنطلق على أن يلحقها فتح أبواب مجلس النواب لجلسة الثقة ومن ثم التشريع. هذه القاعة التي بقيت تنتظر وزراءها طوال عامين ونصف العام عادت لتستقبل روادها. رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي رأس الجلسة طلب من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين سقطوا في الفترة الماضية، لا سيما منهم شهداء الاعتداءات الإرهابية. وفي افتتاح الجلسة تطرق العماد عون إلى قضية الفساد، مشيرا إلى أن الوزراء يعدون مسؤولين عن إهمال معالجة الفساد في وزاراتهم، آملا أن يعطى هذا الموضوع الأهمية اللازمة. وأكد الرئيس إن وزراء الدولة كلف كل واحد منهم بمهمة، ونأمل أن يبدأ كل وزير بمهمته بعدما تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب. الرئيس الحريري تقدم بدوره بالتهنئة من جميع اللبنانيين بالأعياد، متمنيا أن تمر عليهم بالخير والسلام، داعيا الأجهزة الأمنية إلى أن تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على الأمن في كل لبنان، ولا سيما في الأماكن السياحية. جدول أعمال الجلسة الأولى اقتصر على تأليف لجنة وزارية لصوغ البيان الوزاري، ضمت وزراء من مختلف الكتل السياسية، وفي هذا السياق تشير الأجواء العامة إلى أن صدور هذا البيان لن يتأخر. ما بيتأخر إن شاء الله، بدنا نجرب قبل رأس السنة. قبل رأس السنة على شو مبني رح يكون؟ نحن في إذا خلصوا البيان. نحن جديين ببحث قانون انتخاب جديد وبالوصول لقانون انتخاب جديد، مش عم نلعب إنه والله عم نسكر كل الطروحات لنوصل للستين، مش هذا لا أسلوبنا ولا هيدي طريقتنا ولا هيدا هدفنا. نحن فعليا نعتبر أنه في أطراف أساسية بالبلد تعتبر أنه قانون الستين ما بالنسبة، ونحن مستعدين نبحث معهم لنوصل لاتفاقات على قانون انتخاب جديد. وبعد انقضاء الجلسة كان التصريح الأبرز لوزير الداخلية نهاد المشنوق، إذ أشار إلا أنه في حال إقرار قانون انتخابي جديد فمن المؤكد سيكون هناك تأجيل تقني للانتخابات النيابية، وأن الفترة الزمنية لهذا التأجيل مرتبطة بطبيعة القانون وتعقيداته. انتهت الجلسة الأولى على أن تعقد جلسات كل أربعاء بين الساعة 11 والثانية بعد الظهر، من دون أن يحدد ما إذا كانت ستعقد في السرايا أم ستبقى في القصر الرئاسي. عادت محركات المؤسسات الدستورية للعمل مع أول جلسة وزارية في القصر الرئاسي، وفي أولى أولوياتها قانون الانتخابات الذي يحمل في سطوره التأجيل التقني للاستحقاق النيابي، ما سيشكل الصدام الأول مع الرأي العام. من قصر بعبدة، باسل العريضي، قناة الجديد. اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري تعقد أولى جلساتها في السرايا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، على أن تعقد جلسة ثانية هذا الأسبوع. من دون مماطلة وبعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، عقد في السرايا الحكومية اجتماع للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، وتضم الوزراء مروان حميدي، محمد فنيش، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، سليم جريصاتي، يوسف نيانوس، وبيير أبي عاصي. وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري. بعد الاجتماع الذي دام نحو الساعة، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق في دردشة مع الصحفيين إنه جرى الاتفاق على النقاط الأساسية التي ستدرج في البيان الوزاري، مشيرا إلى أن البحث في القانون الانتخابي تركز على ضرورة أن يكون عصريا وعن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. أجاب المشنوق: الأمر غير وارد مطلقا، ونص البيان سيكون مستوحا من خطاب القسم والبيان الوزاري الأخير، مشيرا إلى وجود شبه اتفاق على كل البنود السياسية الرئيسة. من ناحيته قال وزير العدل سليم جريصاتي إن الأجواء إيجابية، وأن هناك اتفاقا على العناوين كافة، وأن البيان الوزاري سيكون مختصرا قدر الإمكان، وسيتضمن عناوين المرحلة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وموضوع النزوح. بحسب نص مرسوم التشريفات الخاص بالدولة اللبنانية، يعتمد صيفا اللباس الرسمي الأبيض، أما شتاء فيصبح اللباس قاتما، فيرتدي الرؤساء والوزراء اللون الأسود أو الكحلي أو البني أو الرمادي الداكن. الصورة التذكارية للحكومة الأولى في عهد عون باللباس القاتم.
إذا كان الفوتوشوب قد أنقذ بعض الصور التذكارية سابقاً، فقد كان هناك حرص هذه المرة على اكتمال النصاب لالتقاط الصورة التذكارية كي لا تكون محط جدل محلي وعالمي. فإلى حديقة الرؤساء في القصر الجمهوري توجه الوزراء ومعهم الرؤساء الثلاثة لالتقاط الصورة وفق بروتوكول محكم. المستند الأساسي هو مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة. مرسوم التشكيل يراعي الأقدمية، طبعا في دولة الرئيس ودولة نائب الرئيس، وبعد ذلك كل الوزراء وفقا للأقدمية. الوزير السابق وكم مرة عمل وزير، النائب إذا كان حالي، وبعد ذلك يعتمد السن. لذلك نحن نسأل دائما عن تاريخ الولادة مفصلا، يعني اليوم والشهر والسنة. طبعا بتكون حكومة 30 وزير مثل ما هي حكومة دولة الرئيس الحريري اليوم، بنعمل على 3 صفوف مثل ما شفتي بالصورة لحتى كل الوجوه تكون مبينة، يعني لأنه هاي صورة تذكارية، يعني اسمها معها لازم يراعى فيها كل النواحي، بدءا من النواحي البروتوكولية إلى يعني المصورين عندهم تعليمات خاصة بما يتعلق كيف تلتقط الصورة التذكارية. فتصبح الصورة على الشكل التالي: رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ومن ثم وزير التربية والتعليم العالي مروان حميدة، يليه وزير المهجرين طلال إرسلان. بعدين حسب التسلسل المرسوم يمين وشمال يمين وشمال بيقفوا الوزراء. أما معظم الوجوه الوزارية الجديدة فحلت في الصف الثالث، لا لأنها لم تشغل مناصب حكومية سابقا وحسب، إنما لصغر سنها أيضا، كأفيديس جيدانيان وزير السياحة، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري. أما بالنسبة إلى مكان التقاط الصورة، حديقة الرؤساء إلى معنى اللي هو رمزيتها وشجر الأرز، وثانيا فخامة الرئيس بحب الطبيعة وكتير عاطي أهمية للبيئة. البروتوكول هذا لا يقتصر على الصورة التذكارية، بل يدخل الوزراء إلى جلساتهم الحكومية. لائل سعد، قناة الجديد. في عين الحلوي تجددت الاشتباكات مساء أمس، حيث سمع أطلاق نار ورشقات متتالية وأصوات انفجار قنابل. يأتي ذلك بعد مقتل 3 أشخاص في المخيم، من بينهم عنصر من عصبة الأنصار. انفجر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوي بمدينة صيدا بعد اغتيال أحد عناصر عصبة الأنصار الإسلامية سامر حميد الملقب بسامر نجمة. وفي التفاصيل أن مجهولين أطلقوا صباحا النار على حميد في الشارع الفوقاني من مخيم عين الحلوي، ما أدى إلى مقتله ومقتل الفلسطيني محمود عبد الكريم صالح وإصابة امرأة تدعى عليا حوران في أثناء مرورهما. وشهد المخيم إثر الحادث استنفارا أمنيا، وسمع إطلاق نار في الهواء وخلت الشوارع من المارة، إضافة إلى حدوث حالة إرباك بين الطلاب في مدارس الأونروا. وعصرا ارتفعت وتيرة تبادل إطلاق النار بين عناصر من فتح وأخرى إسلامية مستعملين الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ليرتفع عدد القتلى إلى 3 والجرحى إلى 4. المتحدث الإعلامي باسم عصبة الأنصار أبو شريف وضع الحادث في إطار الإشكال الفردي. الذي حصل هو جريمة نكراء ومدانة بكل العبارات وبأقصى العبارات طبعا، وهذا على لسان كل الأطراف وكل القوى، إن كان فصائل نظام التحرير أو التحالف أو القوى الإسلامية. قضية فردية من أجل خلق فتنة وبلبلة في هذا المخيم. عصبة الأنصار الإسلامية طبعا استنعي الشابين لأنهما من أبناء الإسلام ومن أبناء هذا المخيم. كما عودنا أهلنا في المخيم، نحن لن نسمح أن يسلب أمنهم وأمانهم ولقمة عيشهم، لكن حصل شيء بحكم القرابة، بحكم الصحبة من الأصدقاء من الأقارب من العائلة، لكن شيء محدود، وبقي هذا الشيء طبعا ضمن الإطار المحدود. وعقدت القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية اجتماعا طارئا في مسجد النور داخل المخيم إثر جريمة الاغتيال. بعد اجتماع اللجنة الأمنية العليا للقيادة السياسية المسؤولة عن القوة الأمنية المشتركة، بالإجماع كان محاسبة من قام بعملية اغتيال محمود صالح وسامر نجمي وتسليمهم للجيش اللبناني.
طبعا بعد عملية الاغتيال صار في ردة فعل من بعض الشباب اللي موجودين بمنطقة الصفصاف باتجاه الشارع الفؤاني، نتيجته كانت مصابين مدنيين. نحن بالإجماع الجميع مع محاسبة من يقوم بعمليات الاغتيال وتوتير الوضع. كما ناقش المجتمعون تبعات الجريمة التي وقعت، مؤكدين ضبط النفس وتفويت الفرصة على العابثين بأمن المخيم وعدم الانجرار إلى أي اشتباكات. بثت قناة المر الام تي في خلال نشرتها مساء أمس تقريرا يحمل بعد سفك الدماء، يتهم قناة الجديد بإهانة رسول المسلمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستندة إلى حلقة برنامج للنشر الأخيرة. هذه المرة لسنا أمام نزاع إعلامي أو سرقة إنترنت، إننا أمام قضية تعتبرها الجديد مسا بالأديان السماوية، وليس في تاريخنا أي سوابق من هذا القبيل. وما جرى بثه مساء أمس عبر محطة المر هو في حد ذاته إهانة للرسول وتهديد للجديد، لا بل وتحليل دم موظفيها. فبإمكان الام تي في أن تلعب على الدولة وتحابي القضاء وتدعي البراءة من ملفات تدينها، لكنها في ملف الأديان تخطت الخط الأحمر وأصبحت تلعب مع رسول الله وتنسب إلينا ما لم نقله ولم نتمناه، لا بل كانت الجديد جبهة دفاع عن سيرة النبي الشريفة وردت على قناة الحياة التي تدخل كل بيت لبناني. وعند هذا الحد فإن الجديد لن تسمح لأحد باتهامها بما لم تنطقه، لا سيما أنها لم تكن مرة في خانة التحريض الطائفي ولا تعرف المذهبية في أي من أدائها في الوقت الذي تحترم فيه جميع الأديان السماوية وأصحاب الكتاب ورسلهم. فالعيب الذي تمارسه محطة المر تمدد وأصبح عيوبا وشرورا تهدد أرواح الناس. نصحناكم أن ترفعوا من قيمتكم عبر أشياء أخرى، لكنكم مضيتم في اتهاماتكم وتحريضكم الدنيء الذي سنقابله بالحقيقة الكاملة، وكفاكم تأليبا للرأي العام ولعبا بالنار وبأسلوب امتهن السفاهة والدونية. ظهرت القنوات الدينية غير المضبوطة وغير المنضبطة باتت تكون أو تصير بخطورة التنظيمات الإرهابية المسلحة، فهي وإن كان ظاهرة أو ظاهر البعض منها هادئ، تبقى مشبوهة المصدر ومشبوهة المنشأ ومشبوهة الهدف. فضائيات باسم الدين بتخدر وبتخسر الدماغ وتحقر الآخر وآخذة بطريقة القديسين والأنبياء. يمكن الحرية صارت تشمل الأذية، والتنوير صار يشمل ضرورة الاعتداء على الآخر والسخرية من تعاليمه. يمكن بهالمحل حان دور رجال الدين المعتدلين إنه يلاقوا طريقة يضغطوا ليضبطوا هذا الموضوع، ويلاقوا طريقة ليلموا الناس على بعضها أكثر، لأنه المسألة عن جد صارت بمحل بتخوف كتير. دأبت قناة الحياة التي تسمح الدولة اللبنانية ببثها على الأراضي اللبنانية في مهاجمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر مختلف برامجها. إحدى المذيعات المدعوة أمال مصطفى التي تقدم نفسها على أنها مسيحية تركت الإسلام لفظاعته، تتوجه بالدعوة إلى الفتيات المسلمات لترك الإسلام. إحنا مجموعة من العابرين، عندنا رسالة إن إحنا نكشف كذب الإسلام ونقدم رسالة مسيحية واضحة. ولكن هل من يتبع السيد المسيح يختار هذا الأسلوب في التبشير؟ هل حقر المسيح يوما أي إنسان بالعالم؟ المسيح واجه رجال الدين في عصره في وقته بتضمينهم منه، ولكن الواقع ان احنا لا نتكلم عن المسلمين ولكن نتكلم عن الاسلام كتعليم في ذاته. اكبر يعني مثل لما هو الاسلام الحقيقي هم الدواعش. عمول، هل تحكمين على الاسلام من ظواهر من هذا النوع؟ يعني ما كان في تقاتل مسيحي في السابق وكان ايضا دمويا وشرسا؟ حضرتك كمسيحي لمين بينتمي الكلام اللي قالوه بهالمحطة؟ أنا بعرف لمين أنا بنتمي. لمن ينتمي هذا الكلام عليهم هم أن يحددوا، إنما أنا لمن أنتمي وكنيستي لمن تنتمي أنا أحددها بكل صراحة وبكل وضوح، وأنا أنتمي إلى هذا المشروع. هل من كنيسة بتختار أنها تسب الإسلام أو تسب الرسول؟ هل في نوع من الكنائس يسب الإسلام ورسول؟ هناك نوع من الجماعات الكنسية وليست كنيسة، نوع من الجماعات الكنسية أو جماعات تقول عن نفسها أنها كنيسة. هذه القنوات فضل.
إن كانت إسلامية أو مسيحية أو سنية أو شيعية التي تتناول الآخر وتسيء للآخر وتحرض على الآخر وتلغي الآخر، هذه قنوات مشبوهة، مشبوهة الدعم، مشبوهة المنشأ، وكلها منبع واحد. يعني إن كان قنوات السنية وأبدأ بها، وإن كان قنوات شيعية أو المسيحية. وانطلاقا من الفبركة والتشويه اللذين تمارسهما هذه القناة، سلط برنامج للنشر الضوء على هذه القضية، مستضيفا شيخا مسلما وأبا مسيحيا لمواجهة حملة القناة، غير أن عددا من المندسين وضمن حملة ممنهجة وجهوا اللوم إلى قناة الجديد على مواجهة هذه القناة الفتنوية، واتهموا البرنامج بإعطاء منبر للمذيعة المحرضة، مع أن مقدمة البرنامج ريما كركي وضيوفها تصدوا لها. قنوات فتنة، قنوات تحريض، سرمية المجاهدين تشرف لسانك. لا بلا بلا بلا. نحن ما رأينا من سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا كل خير. لم يكره الناس على الإسلام، لم يكره الناس أن يكونوا مؤمنين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا كمسيحي مؤمن وأنا أؤمن بما جاء في الكتاب. أختي اسمعي، أختي اسمعيني أرجوك، اسمعيني إلى الآخر وأنا سوف أسمعك. أنا لا أرضى في هذا الموضوع أن نخرج بقناة مسيحية تظهر أو تبشر باسم المسيح بأن نتعدى على الآخر. ليس هذا أسلوب يسوع المسيح، وليس هذا أسلوب المسيحية، وليس هذا أسلوبنا في الشرق. وسوف أقول أن تتعرضنا للموت في العراق وفي فلسطين وفي سوريا ومنذ أسبوع في القاهرة، ولم يخرج كلمة واحدة من أي قس ومن أي أسقف ومن أي مطران ومن أي بطريرك حتى من رأس الكنيسة، إلا كل كلمة ناعمة. هناك أشياء استثناءات ربنا يخلقها نحن ما بنعرف إجابتها، ولا ما كان في عجائب، وما كانت ستنا مريم أنجبت بعمر 15، وما كانت أنجبت من دون دنس، وكل هذا نؤمن فيه كلياتنا. يعني المنطق الديني مش دائما إجاباته بالمنطق الدنيوي. والأجدر بهؤلاء التحرك للمطالبة بوقف بث قناة الحياة التي تدخل بيوت لبنانيين كثر من دون أي رقابة من الدولة اللبنانية. وعليه فإن الجديد تنادي مع المنادين إلا محمد، لأنها لم تكن يوما ولن تكون إلا في المرصاد في وجه من يحاولون بث الفتن وتشويه الأديان. رئيس مجلس النواب نبيه بري يشدد في لقاء الأربعاء على ضرورة إقرار قانون انتخاب نيابي يحمل صيغة نسبية. أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تنجز الحكومة بيانها قبل نهاية العام الحالي، معربا عن استعداده خلال لقاء الأربعاء النيابي لعقد جلسة ثقة بين عيدي الميلاد ورأس السنة فور ورود البيان إلى المجلس. وأكد أن الأولوية هي لإنجاز قانون الانتخابات الجديد في أسرع وقت ممكن، مشددا على أهمية الوصول إلى صيغة تعتمد على النسبية بدلا من قانون الستين. النسبية هي الأساس للوصول للعدالة وصحة التمثيل، ودكتور الرئيس طبعا هو عم يأكد مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وهذه مسؤولية كل القوى السياسية. النسبية الكاملة يعني على ما يبدو ما في توافق، يعني ما حتقدر تمرق يمكن بالمرحلة الحالية، بس على الأقل أنه يجب أن نخطو خطوة أولى باتجاه نوع من النسبية. من جهة أخرى قدم النائب نواف الموسوي إلى بري كتابا نقله من الفرنسية وعنوانه الإمام الخميني عارف مغمور من القرن العشرين. كيف جهز والد الطفلة فاطمة ابنته لتنفيذ العملية الانتحارية في أقسام الشرطة في حي الميدان في دمشق؟ لأنك رايح عند الله مو هيك؟ الحمد لله رب العالمين، قول الله أكبر. الله أكبر. قد تكون لمسة الطفلة هذه لأمها أصدق تعبير عن ذعر يكتنفها لحظة اكتشافها وحشية الكائن الذي يحتضنها، كأنما تحاول أن تذكرها بأنها لحمها ودمها. المشهد الذي يظهر في فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لوالد الطفلتين فاطمة وإسلام اللتين استغلتا في 16 من الشهر الحالي بتفجير انتحاري استهدف أقسام الشرطة في حي الميدان في دمشق، تشرح فيه الوالدة أسباب موافقتها على استعمال طفلتيها في العمل الإرهابي. شو عم تبلحتي بناتك يا ام نمر؟ 1 و6 سنوات، 1 و7 سنوات، صغار على الجهاد هذول. ما في حدا صغير، لانه هلا الجهاد فاوض على كل مسلم، كثير صغير، نساء، رجال. كانما لم يكتفي الوالد بتصوير ارسال فلذات كبده الى الموت. تكبير. الله اكبر. الله يرضى عليكم يا بابا. السلام عليكم. يلا قدميها. تقدموا بابا، تقدموا، اغزوا في سبيل الله، قاتل من كفر بالله.
الله يتقبل منكم يا بابا. يظهر في مقطع آخر متوسطا طفلتيه ويسألهما عن العملية. في فاطمة ليش رايح اليوم التنفيذي؟ قوم إن تتعجبوا إني لمن دمشق وانت صغير عمر 9 سنوات ما تخلي هذا الأمر للرجال. رجال هربوا طلعوا الباصات الخضر. انت بدك تسمي حالك يقتلوكي ويتصفوكي الكفار؟ لا بدك تقتليهم؟ ما نحن دين عزة مو دين زلة مو هيك يا بابا؟ ان شاء الله. بس لا حبيبي انت راح تنفذي هلا اليوم؟ حتخافي منهم؟ ما حتخافي مو؟ غاية في نظر الإجرام تبرر الوسيلة، فأين المبرر لقسوة أم أوصي بها ثلاثا؟ بعد الفاصل أين أصبحت مصالحة المردة والقوات؟ أهلا من جديد. بعد تاريخ من المقاطعة والعداوة السياسية طبخة المصالحة بين ابن شعي ومعرب تنضج على نار هادية. على غرار التفاهم القواتي العوني وما حمله من شجاعة في طي صفحة الماضي، يحلم المسيحيون بمصالحة تاريخية بين زعمائهم، ولعل أبرز بوادر هذه المصالحة الحلم تتحقق في حال تلاقى القوات والمردة بعد خلاف تاريخي استمر سنوات من المقاطعة. فهل يلبي الطرفان دعوة البطريرك الماروني في حال سعى لإتمام مصالحة نهائية بين القوات والمردة؟ غبطة البطريرك بيمون انطلاقا من هالمبادئ الوطنية من آمن فيها، نحن شو ما بيطرح البطريرك نحن جاهزين لحتى نصالح كل الناس ولحتى نتعاون مع كل الناس. نحن بقى على الأرض متصالحين نحن والمردة، إنما الاختلاف نحن وياهم هو اختلاف على موقع لبنان الاستراتيجي بالمنطقة. يعني لذلك أي مصالحة يعني بدها تبحث هالموضوع نحن جاهزين دايما. نعم. طب دايما بنحكي عن اي مصالحه تطرح نحن جاهزين، ليش ما نكون نحن المبادرين للمصالحه؟ فيك تكون مبادره على شرط الفريق الاخر يكون جاهز. هل هو جاهز لحتى نبحث هالموضوع يلي نحن مختلفين عليه؟ نحن منكن لبكركي كل الاحترام والتقدير، وقت بتكون بكركي موجوده باي عمل باي مصالحه هذا الشيء بيريح اكيد. بالمطلق نحن ما عندنا مانع، ولكن الموضوع بده نطلع على تفاصيله وعلى إطاره وشكليته، وعلى أساسه بياخذ الوزير الفرنجي القرار المناسب. هو مسعى تشير مصادر بكركي إلى أنه لا يزال يطبخ على نار هادئة تنطوي تحت رغبة البطريرك الراعي في تذليل الخلافات بين الأقطاب الموارنة، أما الأولوية فهي للمصالحة بين بيك بن شعي وسيد بعبدة. نحن ما عندنا مانع أكيد، نحن ما في عداوة أبدا مع التيار الوطني الحر، وما عندنا مانع أنه يصير في تقارب، ولكن نحن كنا منشتكي من طريقة تعاطي نحن ما كنا راضين عليها، من هيك نوع من الفوقية غير المبررة. إذا في مقاربة جديدة بالعكس نحن مرحبين، أما بالنسبة لفخامة الرئيس حدد الوزير الفرنجي أنه وقت اللي بيشوف فخامة الرئيس هل يعني يلتقي الوزير الفرنجي مناسب ممكن هالشيء يتم. في ظل تهديد الوجود المسيحي إقليميا يكون لتوحيد الصف المسيحي دور أساسي في تثبيت مسيحيي لبنان في بلدهم والشرق. الكرة في ملعب بكركي في انتظار دعوة واضحة ورسمية لمصالحة أبنائها. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. ضربة معلمة تودي بحياة الطفل أحمد عابدي ابن السنوات العشر. أنا طالب الدولة حقك يا بابا، دمك براحتي يا بنتين يا بابا، يا بنتين يا بابا. عن عمر لم يتجاوز 10 سنوات مات أحمد، فرأسه الصغير لم يحتمل ارتطامه بحائط الصف في مدرسة ميديا التابعة للأونروا في منطقة الزهرية في طرابلس. يا بابا كيف عرفوني منك؟ تعرف مين تعطينا بابا؟ ما مرضى أولادنا كلنا بابا، وعد يا بابا وعد مني. المعلمة ضربته على راسه، من نهارته هو استفراغ ووجع راس. كم يوم؟ صاروا باليوم 14 يوم وجع واستفراغ، جبناه على المستشفى
الله دخل اسمه خدمك. كذا الطفل بريء، شو ذنب؟ ما ذنبه شيء. الأهل المفجوعون حملوا إحدى المعلمات في المدرسة المدعوة سهى زيد مسؤولية تعنيف ابنهم الفلسطيني وضربه على رأسه، ما تطلب تغيبه بضعة أيام عن المدرسة ليفاجأ فجر الأربعاء بتدهور صحته، ما استدعى نقله إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس وهو في حال حرجة، حيث لم تفلح الإسعافات في إنقاذه ففارق الحياة نتيجة إصابته بنسف داخلي في الرأس. وجد الأدلة الجنائية وجد الاستقصاء وجد كل العلم، ونحن ما بدنا نظلم حدا وما بنحب الظلم، ولكن ما بنحب الطفل يروح هيك مظلوم. المعلمة سهى زيد التي يتهمها الأهل بقتل ابنهم تنفي الاتهامات وتقول لست السبب في وفاة أحمد. هذا اسمي اللي نازل مظبوط، اسمي أنا، وهاي أنا القصة كلها تلفيقة، يعني أنتم بتعرفوني. هذا الحكي صار من أول 11، في ولد عندنا مشاغب كتير وما ما مزبوط بالمرة وضعه، بيحكي كتير، صح كان بيكتب وراء مش منتبه للحصة، سحبت منه الوراق، برجع تاني مرة عم بيكتب وبيرسم وبيلعب، قلت له أعطيني الوراق ما بده، أعطيني الوراق ما بده، عم بسحب منه الوراق، قام نطع راسه في وراء باب، خبط راسه بالباب، قلت له انوجعت، قال لي لا، قلت له تروح غسل راسك، راح غسل راسه واجا، واجا ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، وضل يجي بعدها ويجي ويروح. الحكم اول 11، بعديها الولد غاب كم يوم، اجى الاب بيقول انه الولد قال لانه ما كل قتلي مني، انا خبطته على راسه، انا ما خبطته على راسه، قلت للمدير بدي اعمل له صور بده مصاري، قلت له ما حدفع له مصاري، انا ما عملت له شيء. رجع الولد هلا من جديد اسا فوتوه على المستشفى المريض، اليوم تفاجأ انه مات، والاب على فكره كثير زعوري ومتهمني انه انا سبب وفاه الولد. هي كل القصه، بس انا ما عملت له شيء للصبي. فيما ينام أحمد نومة أبدية على فراش أبيض، يتقاذف الأهل والمعلم الاتهامات، أما الطبيب الشرعي فيعاين الجثة تمهيدا لإصدار تقرير رسمي بأسباب الوفاة، في حين فتح رئيس قسم العناية الطبية الدكتور وسيم درويش تحقيقا في الوفاة، لكن أحمد رحل. وفي عكار أقدم نازح سوري يدعى محمد عقيل حسين ويقطن في أحد مخيمات بلدة الحميرة على ضرب ابنه بالعصي والحجارة بعدما أجبره على خلع ملابسه وربطه إلى جذع شجرة في الصقيع تحت المطر. وأفادت المعلومات بأن الطفل بقي أكثر من 3 ساعات مربوطا يئن بفعل ضربات والده الذي كان يتفنن في تعذيبه قبل أن ينهار الطفل نهائيا ويقوم الوالد بفكه وحمله إلى الداخل. وقد خلف هذا الحادث موجة من الغضب لدى الأهالي الذين يقطنون قرب المخيم، فبادروا إلى الاتصال بالأعلام والأجهزة الأمنية، وقد توجهت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان واعتقلت الأب وساقته إلى مخفر العبودي. صفع طالبة في مهنية بئر حسن إثر تلاسن بينها وبين شبان. انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشجار في مهنية بئر حسن يظهر تلاسنا بين الطالبة رنا علاء الدين ومجموعة من الشباب، وقد تضاربت الروايات عن أسباب بدء الإشكال بين التعرض للطالبة والتحرش بها لفظيا، ورواية أخرى تحدثت عن اصطدام بين إحدى زميلات رنا وأحد الشبان. على إثر التلاسن ولدى ابتعاد رنا عجلها شاب يدعى سعيد بصفعة على وجهها بطريقة همجية. حتى تورط أستاذ الفندقية في الحادثة حبيب النزال كان موضع روايات عدة، بين من قال أنه من وقف وراء التحرش بالطالبة، في حين أكد آخرون أن النزال حاول حل الإشكال عبر الطلب من التلميذ الابتعاد ريثما يحل الأمر. أغرب ما في القضية هو رد المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب الذي رأى أن ما جرى أمر طبيعي بين الطلاب، رافضا الإجابة عن أسئلتنا. بس سؤال صغير إذا بتريد. المؤكد الوحيد هو أن الهمجية المستشرية بدأت تتمدد من الشوارع إلى جامعات ومدارس لبنان.
سلسلة مداهمات ينفذها الجيش وأمن الدولة لتوقيف مطلوبين ومشتبه فيهم بأعمال إرهابية. إثر عملية رصد ومتابعة أوقفت دورية من مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة السورية عين عين في بلدة الهيشة وادي خالد لإقدامه على تصنيع مدافع هاون لمصلحة المجموعات الإرهابية في جرود عرسال وتواصله مع الإرهابي الفار ميم واو قاتل عسكريين على حاجز الجيش في عرسال ولإدخاله سيارة بيك أب مسروقة من سوريا عبر جرود عرسال إلى الداخل اللبناني وعلاقته بالإتجار وتهريب وتعاطي المخدرات مع أبرز التجار. وفي منطقة الهرمل دهمت دورية من مديرية الاستخبارات بمؤازرة قوة من الجيش فجرا أماكن عدد من المطلوبين وأوقفت المطلوبين محمد نديم علاو ومرشد عاطف ناصر الدين وعلي نديم علاو والمصري حسن رمضان نجار الذي كان بمرافقة المدعو محمد من دون أوراق قانونية. وضبطت في أماكن الدهم 4 بندقيات حربية من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية المتنوعة. كما ضبطت في منزل المدعو نديم علاو نحو 160 كيلوغراما من مادة حشيشة الكيف المصنعة وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة. وفي محلة المصنع في البقاع وبعد معلومات عن إقدام أشخاص على احتجاز عدد من السوريين في محلة المصنع البقاع وابتزازهم ماديا تهمت دورية من مديرية الاستخبارات مؤازرة قوة من الجيش منازل هؤلاء وأوقفت اللبناني فادي جودة صالح وبمرافقته السوري محمد عبد الجبار نمر المشتبه في مساعدته ووجدت في منزله 8 سوريين محتجزين من دون أوراق قانونية وضبطت بحوزة المدعو صالح مسدسا حربيا وسيارتين للتهريب وكمية من الذخائر العسكرية وعدد من الأجهزة الإلكترونية ووثائق عائدة إلى السوريين وجرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص. بعد الفاصل منفذ اعتداء برلين تونسي. أهلا من جديد. على الرغم من كثرة الأدلة التي أوردتها الصحف التركية والعالمية عن هوية مولود الطنطاش قاتل السفير الروسي في أنقرة أندري كارلوف إلا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ما زال يتهم جماعة جولن المحظورة بالضلوع في الحادث مؤكدا أن الطنطاش ينتمي إلى هذه الجماعة علما أن ثمة إشارات تفيد بأن القاتل على ارتباط بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي شارك في تأسيسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقد ظهر في صور خلال حضوره فعاليات للحزب ما يضحط رواية الحكومة التركية بأن القاتل ينتمي إلى جماعة المعارض التركي فتح الله جولن. أكدت الشرطة الألمانية أن منفذ هجوم برلين الإرهابي هو تونسي ويدعى أنيس عامري ويبلغ من العمر 23 عاما وتبين أنه من ذوي السوابق العدلية. وقد عثرت الشرطة على بطاقة هويته في الشاحنة المستعملة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا للميلاد في برلين. وتحقق حاليا الشرطة مع ذويه فيما يجري البحث بمختلف المستشفيات وذلك أثر العثور على آثار دماء بالشاحنة وهو ما يؤكد إصابته. وكان عامري قد سافر بعد الثورة التونسية إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية إثر تورطه في قضية سرقة وصدور حكم ضده بالسجن لمدة 4 سنوات. كبار يؤكد أنه سيحافظ على تطبيق العدالة في العلاقة بين العمال وأرباب العمل. جرت عملية التسلم والتسليم في وزارة العمل بين الوزيرين محمد كبارة وسجعان قزي الذي تمنى أن يكون هناك تعاون بين الوزير الجديد وإدارة الضمان من أجل إنتاج جيد. أنا استلمت وزارة عم سلم قضية، استلمت وزارة بمفهومها الإداري، عم سلم وزارة بمفهوم القضية الوطنية، القضية مواجهة مزاحمة اليد العاملة اللبنانية. بدي ادعو الله سبحانه وتعالى انه يوفقني لحتى اقدر حافظ على جوهر العدالة بالمرحلة الجاية، جوهر العدالة بين 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 القطبين ارباب العمل والعمال وبين العمال. بدوره وعد كبارة بالبحث في البرامج والمشاريع والقرارات التي سيقوم بها في الوزارة.
مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد أن عقد تلزيم معلمي المحركات العكسية في الذوق معملي المحركات العكسية في الذوق والجي جرى استنادا إلى مناقصة عالمية. نظرا إلى المغالطات التي تروج بشأن عقد تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجي، أكدت مؤسسة كهرباء لبنان أن العقد المذكور لم يجري بالتراضي نتيجة لمفاوضات ثنائية، بل استنادا إلى استدراج عروض عالمي. واستعانت المؤسسة بالاستشاري العالمي لكهرباء فرنسا إدو أف لدراسة العروض الفنية والمالية للعارضين، حيث تقدمت شركتان للمناقصة. وجاء في تقرير إدو أف أن العرض المقدم من تحالف OEG وكاي ليمتد وميدل إيست باور هو الوحيد المطابق فنيا، وأن الأسعار المقدمة مقبولة وتتماشى والأسعار العالمية. وأوضحت المؤسسة أن العرض الذي يروج والذي لم يفتح أتى خارج إطار استدراج العروض الذي أطلق ودفتر الشروط المعد لهذه الغاية، أي وفق شروط فنية ومالية خاصة بالعارض، ومن ثم فإن فتحه مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. ولفتت المؤسسة لأن توقيع العقد جرى بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه وموافقة وزارة المال في كتابها إلى رئاسة مجلس الوزراء وكتابها إلى مؤسسة كهرباء لبنان. كذلك أشار كتاب رئاسة مجلس الوزراء صراحة إلى موافقة وزارة المال وطلب بناء على توجيهات دولة الرئيس السير بالملف وفقا للأنظمة المرعية. استغرب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب كلام البعض عن النسبية، موضحا أن أول من طرح النسبية هو الشهيد القائد كمال جنبلاط. وسأل وهاب هل إذا أتى جزء من التمثيل الدرزي من خارج الحزب الاشتراكي يعني أن الدروز سيخسرون، أو بمعنى آخر هل الحزب الاشتراكي يحدد من هو أكثر درزية من الآخر؟ وهاب توجه إلى جنبلاط قائلا اللعبة أصبحت مكشوفة، والهدف ليس الحفاظ على قوة الدروز بل على منطق الهيمنة داخل الدروز. وإذ نقر للوزير جنبلاط بموقع ريادي داخل الطائفة، إلا أن ذلك يجب ألا يدفعه إلى القبول بالجميع في الشوف وعلي. ورأى وهاب أن محاولة إلغاء الجميع على الساحة الدرزية هي لعب بالنار لن ننجر إليه ولن نسمح لأحد بأن يهددنا به، محذرا الحلفاء من الخضوع للابتزاز لأن موقفنا سيكون قاسيا وغير متوقع. فنحن وكل ممثلي المعارضة الدرزية لسنا فرق عملة عند أحد ولسنا معروضين للبيع في سوق النخاسة السياسية. طلاب مدرسة العزم في طرابلس يخوضون انتخابات تنافسية على أساس القانون النسبي. انطلاقا من شعارها قادة الوطن جيل مشارك يؤمن بالديمقراطية، وقعت رئيسة مدرسة العزم هبة الشيبي ورئيسة الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية انتخابات زين الحلو اتفاق تعاون لتثقيف الطلاب وتوعيتهم حول القضايا الديمقراطية للانتخابات وتحسين مشاركتهم السياسية. نحن جاهزين كمدرسة عزم، وأنا أكيد بعدين كمان كجامعة عزم، نحن جاهزين أنه نبني هالشراكة هاي مع اللادة لحتى نبني ثقافة المواطن، مش مواطن معارف شو بده ولا مين بده ينتخب. التعاون كثير مهم بالنسبة لنا، لأنه هالطلاب يلي اليوم عم بيخوضوا هيدا التجربة الانتخابية بإطار مدرستهم، هن رح بعد كم سنة رح يصيروا عم بيخوضوا هيدا التجربة كمان بالإطار العام. نحن رياديين بهذا الموضوع لأنه فعلا نحن نشتغل على أنه تلاميذنا يعرفوا مبادئ الديمقراطية ويعرفوا شو هي النسبية، لأنه حاليا كل الأنظمة الانتخابية عم تروح على ريفورم إلكترال وعلى يكون عم يعتمدوا مبدأ النسبية بالانتخابات على مستوى لبنان ككل. قانون النسبي للانتخابات هو أفضل قانون ممكن يعتمده حدا، لأنه الشخص عم يصوت على صعيد لوائح وبقلب اللائحة عم يصوت على صعيد اللائحة لحالها. أنا مترشحة للانتخابات وبتمنى الكل ينتخبني. وفي الإطار نظمت مدرسة العزم يوما انتخابيا على أساس النسبية، حيث تنافس الطلاب بين لائحتين وجرت عملية الفرز بإشراف رئيسة النشاطات في المدرسة. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت خطاب القسم العزل الرابط لتناقضات الحكومة. أيضا في النهار الإجلاء من حلب على وشك الانتهاء واحتدام معركة الباب، ألمانيا تبحث عن تونسي لصلاته باعتداء الدهس في برلين. ننتقل إلى السفير التي عنونت موفدان فرنسي وإيراني في بيروت ولجنة الخبراء الانتخابية تنطلق، هل يقتحم العهد مغارة المناقصات الناقصة؟
إسرائيل تبحث تعديل الردع السلاح الصاروخي لمواجهة حزب الله. ننتقل إلى صحيفة الأخبار، وفيها الانتخابات على الستين. أيضا في الأخبار، حلب الموت في إجازة. في عناوين الأنوار، الحكومة تنطلق باتفاق على بيان وزاري لا يتضمن بنودا خلافية، المعارضة السورية ترفض إعلان موسكو. في الديار، الخوف من الفشل يجعل الحكومة تسرع الخطوات نحو الثقة، البيان الوزاري يسير بين النقط وينتهي قبل الميلاد، بري مع النسبية، ولكن أي نسبية بلبنان دائرة واحدة. ننتقل إلى صحيفة المستقبل، وفيها الحكومة تدير محركاتها وطريق الثقة سالكة وآمنة، بيان القسم عناوين مقتضبة وإنجاز سريع. في عناوين صحيفة البناء، حلب تحتفل بالميلاد من داخل الأحياء الشرقية، واليوم آخر أيام الإخلاء، الحكومة تبدأ ببيانها الوزاري بمسودة للمشنوق مجمعة من أربعة مصادر، خطاب القسم ونسبية الحريري ونص باسيل للنازحين ونص مقترح للمقاومة. وإلى اللواء، جلسة الثقة قبل نهاية العام ولا ألغام بين أو في طريق البيان الوزاري، عون يستعد لأولى جولاته في المنطقة وإيرو والأنصاري في بيروت. في عناوين صحيفة البلد لهذا اليوم، تفاؤل ببيان وزاري سريع والأولوية لقانون الانتخاب. إذن هذا كان في البلد. ننتقل إلى الجمهورية، الحكومة تنطلق بيان وزاري بالتراضي، والإرهاب يغير العالم. إلى الحياة، خلية تونسية لشاحنات انتحارية. أيضا في الحياة، الأردن يبحث عن تكفيريين ينشطون في محافظة الكرك، عاصفة ثلجية تودع آخر المهاجرين من حلب. ونختم مع الشرق الأوسط، التي عنونت إعلان موسكو يقترح توزيع وقف إطلاق النار، مواجهة جديدة في الكرك، وداعش يتبنى حادثة القلعة. والآن تذكير بأبرز عناوين النشرة. قناة الحياة تحرض على النبي محمد والجديد تتصدى. أول جلسة للحكومة، لجنة للبيان الوزاري. ما بيتأخر إن شاء الله، بدنا نجرب قبل رأس السنة، قبل رأس السنة يكون خلص. شو مبني رح يكون نحن فيه؟ إذا خلصوا البيان. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوي بعد مقتل ثلاثة. قضية فردية من أجل خلق فتنة وبلبلة. وفاة فتى بضربة معلمة، وأب يعلق ابنه عاريا في الصقيع. الصفع مادة تعليمية في الجامعات. في عليك وعلى رجال الصف، في عليك وعلى اللي خلفوه. فيديو مروع، والدة الطفلة الانتحارية يودعانها. قدموا بابا، قدموا اغزوا في سبيل الله، قاتل من كفر بالله، الله يتقبل منكم يا بابا. ختام نشرتنا، لمزيد من الاخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، على الفيسبوك الجديد اونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. الى اللقاء عند 10:30 في موجز وجوله على الصحف ضمن الحدث.